تأمرون شيشة تين شاي؟ لا ما تشرب شي، اتفضل وقعد هنا وخليني اشوف شغلي. ما فضت عاد سعودة، بس عاد بنتي بس. لا حول ولا قوة إلا بالله، مو مرتب فادي. أشو أنت هم قوم تبكي؟ إيش عندك دا تبكي أبو فادي؟ والله أبو محمد حما حمام يا حليم يا حما حمام لوش مثل ما تبرد قلبك بردت قلب البنيهات. ليش انت ما تعرف شنو قضيتها؟ حرام الكلام على ولدة تبكي. لا عاد ليش بكيت؟ والله خذ الواعس. خذك الواعس؟ اي والله. انت ما يصير تبكي. لا هذا هو. خليني اشوف دربي ابو فارس. تفضل. بنتي سعودة الطلاق ما يحل مشكلتك، بالعكس راح يزيد من مشاكلك. تهمتي بنتي؟ يا ابي ها ليش الطلاق حرام؟ لا حلال. اي بس لا نفس ولا حرام الطلاق. عجيب، يعني ما تدري ابغض الحلال عند الله الطلاق. ثم إذا هي هسه قالت لي راح أذب نفسي بالشر، أقول أروح أذبني نفسك بالشر؟ لا مثلها. الدين النصيحة يا أبو فارس. تمام. خليني أشوف شغلي. فضل ذاتي، فضل عيوني أنت. يا بي أنا أشوف هسه لو تصير للقضية شوية ما فكر. إيش قلتي؟ ايش قلت يا اختي؟ عم يا ابو محمد. اه هو المحامي ايش قال لك؟ ايش قال لي؟ احكيت وياه وقدامك، قال اني اقبل اصير للدعوه وكيل عن سعاد، اقر طلاق اقر نفقه، بس ايش ما اصير اشوف القضيه واقفه. الدعوه ما تحسن قضيتك ومشكلتك، فاني اشوف لو تطيها مفكر. يعني شنو مفكر؟ يعني تاجليها كم يوم. اي ورا ما اجلها شلون؟ بنتي سعوده انت مو غريبه علي، ابوك الله يرحمه صديقي، اترك الموضوع كم يوم بركت الله يهدي رجلك، واذا ما بدك أنا راح أتداخل بالموضوع شخصيا وحد القضية. حجي ها. حجي الناس عليها بالظاهر. حجي إيش مدريها عندي ما عندي؟ والله أنا طلعت من بيتنا حجي بطرق العباية. لا وانت تعرف هي حالتهم شلون. لا بالله بسيطة بسيطة بالله. هات هات يلا يلا يا سيدي، انا قرابك مو غربه. يلا الله يعطيك العافيه. ممنون حتى البركه. انا رايح. الله وياك. الك الله سعوده. كم سعوده اكو مثلك بالولايه؟